كاريك ديما مع سليم بوصفارة. ريان ولد مدام عليا وسينجيب خذا حريته وخرج من حبس الدار اللي فرضته عليه أمه حتى ال 12 عام، وبدا يدور في غابة حي الأنوار ويقرب لنداده الصغار اللي بالنسبة لأمه أهمل وهامجيين. كيفاش باش يتعايش معاهم وهو حاطينه يقرا في ايكول فرونسيز وحافظ 200 بويم، وقت اللي هما ولاد التعليم بالقمع حافظين ديكسيونير الكلام الزايد. ريان عنده جيم بوي ونينتندو، وقت اللي هما عندهم تيربولات وباني باني وماتشاكو. ريان شعره ارطب ويغسل وجهه بسافونت مارسي، وهما ما يعرفوش حاجه اسمها دونتيفريس. ريان يمضغ شوينغوم هوليود وياكل كامونباخ، وقت اللي هما يقسموا شكلي سوادر متاع 10 فرنك. خرج الحمل الوديع من دارهم يلقى روحه قدام الضبوعة والذيوبة والتماسح. سهل ياسر، ريان تعرض لتنمر مش عادي من عنده ولاد حومته، كانوا يعايروه بحكم كان أطول واحد وأسمن واحد. عادي، هو متغذي خير منهم، الغشير أمه ترم فيه، ياكل في أعز ماكلة، ياكل في الكبدة والدجاج والحوت والسلاد. كانوا يشيخوا عليه كيفاش ينطق بفيانة ويتكلم بلهجة كيف أمه. مسكين وقت اللي خرج كلمة بالفرنسي يعملوه كراكوز ويضحكوا عليه، ساعة ساعة يحكموا عليه يغني لهم الغنيات اللي تعلمهم في الكونسيرفاتوار، وكان ما يغنيش يحطوا له ماريول على راسه ويعملوا له تقرميعة. رغم هذا ريان ما كانش يشكي لأمه وما حبش يبعد على ولاد حومته، كان يعمل في مجهوده باش يولي كيفهم ويقبلوه. في ظرف 4 سنين مع أعوام المراهقة كمل ريان استاج التشرد بنجاح، ولا قادر يحكي كيف ولاد حومته، ولا يحسن استعمال الكلام الزايد، ولا يعرف يدافع على روحه ويعمل عرك، ولا يسمع المزود موسيقى الشعب وقتها في التسعينات، ولا يعرف يكور. اندمج ريان وقبلوه الذيوبة ولا واحد منهم. مع هذا ريان كان عامل مستحيل باش امه ما تعرفش الوجه هذا متاع ولدها، كان يحاول يكون الوليد المتربي في الدار. كاريك ديما مع سليم بوصفارة.